التي سيوفرها والفئة المستهدفة وشروط الاستحقاق والكلفة المادية لإرسائه ضمن استدامة، بالإضافة إلى اقتراح نموذج لحكامة وتطبيق هذا النظام. وقد خلصت الدراسة حسب ما جاء في عرض السيدة الوزيرة إلى اقتراح نظام يستهدف تحسين الخدمات الحالية وتعزيز مواردها المالية وضمان استدامتها مع الإجابة بصفة تدريجية للحاجيات حسب الأولوية. ويستفيد من هذا النظام الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم، وخاصة الذين هم في وضعية فقر، بالإضافة إلى مراكز الرعاية الاجتماعية التي تتكفل به، بالإضافة إلى مصادقة على مجموعة من القوانين والمراسيم. أولا مشروع قانون، بعد ذلك تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 0819 بتغيير وتتميم القانون 38/12 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات، تقدم به السيد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي. ويأتي مشروع هذا القانون تنفيذا لبنود الاتفاقية الإطار الموقعة بين الحكومة وجامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس صلى الله بتاريخ 2 أبريل 2014، لا سيما المحور المتعلق بتحسين الإطار القانوني والتنظيمي للغرف. ويهدف مشروع القانون إلى تحسين أداء ومردودية الغرف وجعلها قوة اقتراحية وفاعلا اقتصاديا على الصعيد الجهوي، وذلك من خلال تعزيز مهامها واختصاصاتها وضمان اندماجها في محيطها السوسيو اقتصادي وتسهيل عمل أجهزة الحكومة بها. وتتجلى أهم هذه المقتضيات التنصيص على إمكانية إبرام إطار تعاقدي مع مجلس الجهة كشريك في تنفيذ مخطط التنمية الجهوية، وإبرام اتفاقية شراكة مع الجماعات من أجل إنجاز مشروع أو نشاط ذو فائدة، إمكانية إبرام اتفاقية شراكة مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية العامة في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات قصد تقديم خدماتها على المستوى الجهوي. التنصيص كذلك على مقتضيات تنظيمية تتعلق بكيفية انتخاب المكتب واشتغاله وبطرق عقد دورات الجمعية العامة، وضع ميثاق للأخلاقيات تتضمن المبادئ والقيم والقواعد التي يجب على كل عضو التقيد بها، تعيين خبير محاسب يعهد إليه مراقبة التدبير المالي للغرف والتأكد من صحة حساباتها وممتلكاتها. تنين مشاريع المراسم، وهي أربعة. تدارس كذلك المجلس وصادق على أربعة نصوص مشاريع مراسم تقدم بها السيد وزير الشغل والإدماج المهني، تقديم نسخ مراسم رقم 2/4424، 2/4425، 2/4464، 2/4512 الصادرة في 26 دجنبير 2004 والمتعلقة بالهيئات الاستشارية الثلاث ثلاثية التركيب التي تنص عليها القوانين، وخاصة القانون 65/99 الخاص بمدونة الشغل، ويتعلق الأمر بالمراسيم التالية: مشروع مرسوم رقم 2/19454 بتحديد أعضاء المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل وطريقة تعيينهم وكيفية تسيير المجالس. ثانيا مشروع مرسوم رقم 2/19455 بتحديد عدد أعضاء مجلس المفاوضات الجماعية وكيفية تعيينهم وطريقة تسيير المجلس. ثالثا مشروع مرسوم 2/19456 بتحديد تكوين وطريقة عمل اللجان المتخصصة المتعلقة بمقاولات التشغيل المؤقت. رابعا مشروع مرسوم 2/19457 بتحديد أعضاء مجلس طب التشغيل والوقاية من المخاطر المهنية وطريقة تعيينهم وكيفية تسيير المجالس كذلك. وتهدف هذه المراسم إلى إعادة النظر في عدد من الأحكام وحذف أحكام أخرى لا تتلائم مع الطبيعة الاستشارية لهذه الهيئات، وكذلك لتمكنها من أداء مهامها بيسر وسهولة، ومنحها الوقت الكافي لتتبع وتنفيذ التوصيات الصادرة عنها، وهو الأمر الذي سيضيف لهذه الهيئات فعالية أكبر على الدور الصادر عنها وهو الأمر الذي سيضيف لهذه فعالية أكثر على الدور التي تقوم به كذلك فيما يتعلق بالتشاور واستتباب السلم الاجتماعي واستقرار العلاقات المهنية.
آخر بند وهو التعيين في مناصب عليا. في نهاية أشغال المجلس صادق المجلس على مقترحات التعيين في المناصب العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، حيث تم تعيين كل من السيد فؤاد زيادي مفتشا عاما بوزارة الطاقة والمعادن والبيئة قطاع الطاقة والمعادن، السيد جمال رمضان مدير للرصد والتعاون والتواصل بوزارة الطاقة والمعادن والبيئة قطاع الطاقة والمعادن. هكذا انتهت مداولات المجلس لهذا اليوم.